والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في ناس بتاجروا بقضية القراي بصنف والله، أما نحن يشهد الله من فوق سبع سماوات والله ما دارين إلا الله. أقسم بالله لو ادونا الرئاسة بتاعت الجمهورية هنا دي نديها شلوت تطير كلها، ما دارين أي حاجة. الناس يتوحد الله، واعرفوا إنه الآن الراية اللي إحنا بنقوله في القراي ده والله ده راية الشعب السوداني كله. الشعب السوداني قاطبة، وديك دليل بسيط الآن. خش لك أقرب جامع ودي كلمتين وارفع يديك لله أدعو على القراي، والله الجامع يأمن وراك. إحنا قاعدين موجودين والبلد دي ما بنخليها أبدا أبدا، والله نحط معاكم قرط في البلد دي يا شيوعيين ويا جمهوريين ويا علمانيين ويا ملاحدة، والله ونحن مبسوطين خالص خالص، لأنه كل ما تجيبوا ضلال بنعمل محاضرة. والليلة لو كان في ناس دارين يستغلوا نقدر نحن للقراي ده أو غيره عشان يطلعوا بين الناس ثورة ويطلعوا بين الناس الشارع، نقول لهم خبتم وخسرتم وما بنجي معاهم. أما البلع وبالدين ديل، البلع وبالإسلام ديل، ويجي بورا يعمل فيها بيبكي القراي رسم الله، ومنو جاب القراي؟ مسؤول؟ منو قال أخرجوا ثورة؟ مسؤول؟ منو قال الخروج على الحاكم بجوز؟ ما أنت؟ ما أنت؟ وعبد الحي الشرد مشى تركيا؟ ما في ثورة جاءت بيوم خير قط، ولا تبنى بلاد بثورة ولا تبنى بلاد بمظاهرات ولا بخروج على حاكم، إنما تبنى البلاد بالعلم، وتبنى البلاد بالمنهجية، وتبنى البلاد باحترام التخصصية، وتبنى البلاد بسواعد أهلها. لكن أي زول محرشين وناس من برا وعنده أسياد خارج الحدود يمدوا بالمال عشان يجي يفسد وهم يستفيدوا، ده لا يمكن يصلح بلد. ليه يدعى الألوهية ذاتها؟ مش ربنا قال الرحمن على العرش استوى؟ المرغني قال شنو؟ ده الكتاب. تاني نجيب شنو يا اخواننا؟ كتابك بنجيبه تاني في شنو؟ اقوى من الدليل ده تاني من الحجج الواقعية شنو تاني؟ نحن ذول أساء لله وأشرك بالله وادعى الألوهية والربوبية مع الله، والله ما خليهم. عشان ما تلعبوا، عشان ما تلعبوا، وده تضيع البلد. نحن بالصبر بنبني بلادنا وبنأسس عقيدتنا وبنحمي حياض بلدنا وبنربي أولادنا على القيم وعلى الأخلاق. قال أنا الجليس على العرش المرغني، أنا ما الله ما الله، طبعا جليس دي من راسه، أنا الجليس على العرش بتاع الله، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. واجهوا يا شيوعيين واجهوا الحقيقة، أمرق يا كافر تعال لنا برا هنا. أي شيوعي أنت بتكفر بالله بتلحد بالله بتعادي ربنا، أبقى راجل أمرق لنا هنا ده، نحن جاهزين نناظرك ونتحداك في أي مكان. أنا بقول ديل أخطر من القراي، لأنه القراي كل العالم ذكره، لكن ديل في نظر الناس أولياء وصالحين، وكلامهم ده أخبث من القرايب المنافق، ده كله باطل يا إخواننا. ودير كلهم بيدعوا الألوهية زي ما القراي رسم الإله وجاب صورته، دير كلهم بيسيئوا للذات الإلهية، والكلام ده أنا بتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس، ثم أمام الناس الآن. أي صوفي أي جبهجي واقف مع الجماعة ديل، أي أخو مسلم بليك بالراحة والحكمة، ناس بيسبوا الله يا أخي. لو أكلوا قروشك أنت ساي بتاع شريكتك يا كوز، ولا حكوك في كرشك الربيتة دي ساي، انت والله تقوم الدنيا ما تقوم. انتوا بتعارضوا في دين، دين السودانيين ماتوا فيه، ماتوا فيه وورثوا آباء عن الأجداد عن الأجداد، وقمنا لقينا قبال ما نعرف كوز، وقبال ما عتبت البلد دي تدخل أول كوز نحن كنا مسلمين، والشعب السوداني ده مسلم وبيعرف الله وبيعرف الدين وعرفه تماما. والله ما في أي علماني عنده موطئ قدم دي بإذن الله في البلد ده. لا يمكن أن ندرس طالبا عمره 3 سنوات وهو في الروضة إذا زلزلت
الأرض زلزالها ومشى تحت أو في فيديو قال لأنه بتخوفهم. قال يعني هو جاعل صورة من كتاب الله للأطفال إنها مخيفة لهم كهكة لهم عند القراية. لأنه هسه إحنا في اللحظة دي نشترك مع القرض العليا بالله يا جماعة بالله يا جماعة ده يكون مدير المناهج زول بهذا بهذه البلادة والحماقة والغباء والجهل المركب ده مش يعلم أولادنا كأستاذ. ده ما بينفع يدرس كتلميذ في الروضة والله مش كأستاذ. هو البضع المناهج للأساتذة والموجهين الكبار ومدراء المدارس القاعدين في المهنة دي الشريفة دي 35 سنة رئيس فوق. قال أنا كنت قريت. عشان كده بنقول للقراي والجماعة المعاو والشيوعيين والشلليات العلمانيين الدارين يحاربوا كلامنا ده بكلمة إنه ديل كيزان نقول لهم دي ما بتمشي تاني لأنه بيلقوا الحجج كلام موثق. ما جبنا لك حاجة إلا بوثيقة. الكتب دي جبناها كلها تكلم لك عنها بالوثائق بأرقام الصفحات صورناه قدام عرضناه للشعب السوداني وللجماهير. لو في أي حاجة غلط في كلامنا ده